لمزيد من المتابعه بينضم الينا هاتفيا دكتور حسام هزاع الخبير السياحي. دكتور اهلا بك، وكلمنا عن اهميه مشروع تطوير موقع التجلي الاعظم في زياده السياحه الوافده الى مصر. اهلا وسهلا بحضرتك، مساء النور على حضرتك والبرنامج. الحقيقه طبعا مشروع التجلي الاعظم ده مشروع كبير قوي، هيزيد برضو من الاعداد السياح اللي بتهتم بهذا النوع من السياحه، وخاصة بالنسبة لمنطقة سانت كاترين، وفي تطوير للمطار هناك بحيث ان الطاقة الاستيعابية لمطار سانت كاترين تستوعب أكثر، لأن هو بيفد إلى المنطقة تقريبا بس لهذا النوع من السياحة ما يقرب حوالي 300 ألف في السنة، والمستهدف ان هو يبقى حوالي مليون سايح إلى هذا النوع من السياحة. طبعا الدولة وضع استراتيجية وخطة ان ينتهي المشروع في أقرب وقت، مش عارف هيتم افتتاحه المفروض الفترة القادمة، ممكن يكون على ابريل القادم، بس هيبقى في فندق جبلي بتحتوي عناصره على الحجارة اللي موجودة من نفس الطبيعة اللي هناك. طبعا هيبقى لازم في حماية من السيول. المشروع ده في او سمي بالتجلي الاعظم يعني عشان الروحانيات اللي فيه وارض السلام زي ما حضرتك ذكرتي. بننتظر في 2023 افتتاح هذا المشروع، بالإضافة إلى افتتاح برضو المتحف المصري الكبير. المشروعين دول هيزيدوا كتير من أعداد السياح، وبالذات إن في مواقع كتيرة جدا دلوقتي بتذكر مصر ومحافظات في مصر على أو كوجهات سياحية في 2023. المشروع طبعا بيتم فيه التطوير، وطبعا وزارة الإسكان مع وزارات او المرافق والمجتمعات العمرانيه بينهوا المشروع في اسرع وقت. هو المشروع يا فندم بيشمل 14 كمان مشروع، يعني تطوير منطقه التجلي الاعظم فيها 14 مشروع، منها انشاء الفندق الجبلي، انشاء المنطقه السكنيه الجديده في الزيتونه، تطوير المنطقه السياحيه، تطوير وادي الدير، كتير يعني، مشروع درء اخطار السيول، انشاء شبكه طرق ومرافق. كل هذه المشاريع ازاي بتشوف كمان ان هي بتحقق التكامل يعني فيما يخص المشروع السياحي العظيم، بحيث تكون كل عناصره مكتملة؟ طبعا كل العناصر اللي موجودة دي بتحقق طفرة كبيرة في استقبال عدد كبير من السياح، بالإضافة طبعا ان هي هتزيد من فرص العمل للبدو في سيناء ووظائف ليهم وفي أشغالهم أكيد في السياحة، بالذات لأن هم بيعملوا كثير منهم في السياحة. بالنسبه طبعا لجبل سيدنا موسى وجبل سانت كاترين والدير والسياحه الاثريه، وبعدين هيبقى في فندق في وادي الراحه بطاقه استيعابيه كبيره مع استخدام عناصر معينه، بالاضافه الى استخدام حاجات بيئيه بلاد، يعني مثلا هيبقى استخدام مثلا الصعود على الجبل يا اما بالاقدام او الصعود بالجمال، مثلا مش هيستخدم حاجة تضر بالبيئة أو كده، السياحة الخضراء. فأنا شايف إن ده فيه هيزود الموضوع بشكل كبير عدد السياح، بالإضافة إن دي منطقة تراثية من قبل اليونسكو. طبعًا لما المشروع يتم ويتم الإعلان عن افتتاحه هتؤدي إلى صورة إيجابية كبيرة طبعًا من خلال كل منظمات السياحة العالمية، من اليونسكو، من الآثار والمهتمين بهذا النوع من السياحه، وهيزيد التسويق السياحي في كافه المعارض السياحيه الدوليه وعلى الانترنت وعلى السوشيال ميديا عن هذه المنطقه لاجتذاب اكبر عدد. ووجود مطار سانت كاترين بطاقه استيعابيه، يعني هو مثلا لما هيسع عدد من الطيارات بشكل معين وعدد من السياح كل ساعه يوصلوا، اكيد هيبقى الزياده هنصل فعلا لمليون سايح، بالذات للسياحه دي من 300 ألف، وده حوالي ثلاث أضعاف أو ثلاثة ونص مرة. فإحنا بنتوقع مثلا إن شاء الله لو فضلت الوتيرة بالشكل ده وافتتاح المتحف المصري الكبير، إن في 2023 حتى هتزيد الأعداد وتصل إلى ما كانت عليه مثلا في 2019، وأزيد أكثر من 13 مليون سايح في 2023، برغم إن في مواقع توقعت 11 مليون و600 مليون، بس اعتقد لا هيزيد اكثر، لان فيها هيبقى مش بس النوع ده من السياحه ولا نوع السياحه الثقافيه، لا والسياحه الشاطئيه بالاضافه الى دول الشرق الاوسط ودول الخليج العربي والصين والهند. فهيكون في طفره كبيره
بالاضافه الى مشروع التجلي الاعظم اللي هيزيد من اعداد السياح. وبعدين بالتالي احنا في عندنا بتبقى في رحلات كمان دينيه بتربط ثلاث دول ببعض، مصر وفلسطين والاردن، اسمها سياحه الهولي لاند او سياحه برضه زي نوع من الحج بالنسبه للمسيحيين، وبيزوروا فيها دير سانت كاترين، وبعد كده بيتجهوا من دير سانت كاترين الى منفذ طابا، ومن منفذ طابا الى القدس، ثم الى الاردن او العكس بيجوا لنا، وبعدين بيخلصوا رحلاتهم هنا في سانت كاترين وفي جبل موسى وفي شرم الشيخ، وبعدين يتجهوا للقاهره يزوروا الكنائس في مصر القديمه ويزوروا الاهرامات، ثم بعد كده يتجهوا الى بلدان. فطبعا النوع ده برضو هيزيد اكثر، النوع ده من السياحه هيزيد اكثر واكثر بعد الافتتاح لمشروع التجلي الاعظم اللي فيه 14 منطقه، وطبعا استراحه الرئيس الاسبق رحمه الله السادات في 12 ونص فدان، ويعني في حاجات كثيره هناك بتتميز بيها، ومنطقه للثلاث اديان، فطبيعي ان السياحه دي هتزيد بشكل كبير الفتره القادمه بمجرد الافتتاح، وهي دلوقتي برضه في هذا النوع من السياحه ولكن مش بنفس الكثافه اللي هتبقى عليها إن شاء الله بعد الانتهاء من مشروع والافتتاح لمشروع التجلي الأعظم بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام هزاع الخبير السياحي، شكرا جزيلا لحضرتك.